الفرحة وثالث أيام هذه فرحة هذا المهرجان، وهذا اليوم خصص لسن اللقاية سواء فئات البكار أو فئات القعدان من مسافة 5 كيلومتر مع أشواطنا النقدية بإذن الله تعالى. ويكون بإذن الله في أمسية هذه الليلة أيضا أشواط عينية قدمت للفائزين في مساء هذا اليوم مع هذا السن. يومين خصص لهذا السن، نعيش وإياكم في أول أيام هذا السن وهو يومنا الثالث من عمر هذا المهرجان. نتعرف على المركز الأول في هذه البداية وهذه الانطلاقة، بارود علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة آن نابت مع بارود مع المركز الأول. والمركز الثاني يتقدم فيه خون الذيب سالم بن محمد بن حمد البريص المري مع المركز الثاني. والمركز الثالث يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات حشيم ناصر بن غدير بن حميد الراشدي، وعلى المركز الرابع يصل المبلش لسعيد بن علي بن سعيد الجربوعي المري على المركز الرابع، غير إلى المركز الثالث بينما الدور والنقلة عند المركز الخامس. من غير إلى المركز الرابع هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات من عزام محمد بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت، وعلى المركز الخامس التقدم هنا من شاهين سعيد بن سالم بن لزيوح بن مسعود المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نرجع وإياكم إلى قيادة هذا الشوط، المقدمة مع بارود. بارود من يحتل المركز الأول، علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت من يتواجد على أول المراكز وأول المنطلقين، يليه على المركز الثاني ويتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات المبلش سعيد بن محمد بن علي بن سعيد الجربوعي المري، من يتواجد مع المبلش على المركز الثاني، غير في هذه اللحظات وانتقل بدوره إلى المركز الأول. المركز الثاني يتقدم هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام على المركز الثاني أشقر لحمد بن سالم بن محمد بوثم العامري، من يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم هنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل من قبل الفارس حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري على المركز الثالث وعلى المركز الرابع. يتقدم على المركز الرابع شعار بن دلموك، من يتواجد على المركز الرابع الترس حمدان بن سالم بن حمد بالكور المزروعي. هذا يبدو لي من واقع الشعار ولكن هو مدون عندنا لحمدان بن سالم بن حمد بالكور المزروعي مع الترس على المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الخامس. المركز الخامس يتقدم فيه الزراف لمحمد بن سالم بن عبيد محمد بن سالم بن عبيد بن دلموك الكتبي، من يتواجد على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام المقدمة والصدارة والقيادة هنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل الأمور والمقدمة هنا مع المبلش 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 مع مقدمة هذا الشوط ومن سلالة مبلش العريقة. هنا من يسيطر على المركز الأول، يسيطر على أول المراكز 1500 متر على خط النهاية. يا سلام الأمور هنا تتغير مع مقدمة هذا الشوط، الصدارة والتغيير هنا مع الفارس حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري مع المركز الأول ومع المقدمة، يسيطر على مجريات هذا الشوط بهذا الأداء وبهذا العرض الجميل، بينما يليه على المركز الثاني ويتواجد هنا على ثاني المراكز أشقر حمد بن سالم بن محمد بوثم العامري، من يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث يصل شعار الكتبي على المركز الثالث مع الزراف محمد بن سالم بن عبيد بن دلموك الكتبي على المركز الثالث، ورابعا يصل على المركز الرابع في هذه اللحظات هنا معزم لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، وعلى المركز الخامس يتواجد على المركز الخامس هنا الترس حمدان بن سالم بن حمد بالكور المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، انطلقت القعدان اللقاية في هذه اللحظات، اندفعت اندفاع ممتاز
يا سلام يا سلام، شوف التغيير شوف التغيير، شوف الوصول شوف التسلل، أشقر 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 أشقر، ولكن هناك من الجانب الأيمن دخول دخول وتسلل من معزم 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 لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، يا سلام معزم معزم، وأشقر أشقر على المركز الثاني، معزم على المركز الأول، ولكن الله الله. إذا مشاهدينا الكرام، معزم 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 لأجل الناموس، نعم هذا هو معزم ينطلق مشاهدينا ومتابعينا الكرام ويظفر بهذا الناموس الغالي. إذا أيها الإخوة الأفاضل، نهني نهني مالك معزم ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي على فوزه وتحقيق معزم بالمركز الأول في هذا الشوط وهذا الانفراد عن بقية المراكز لحظة وصول معزم إلى خط النهاية بعد فوزه وإعلانه بناموس هذا الشوط. هذا هو معزم، تهانينا وناموس المركز الثاني. وصل في المركز الثاني الزراب لمحمد بن سالم بن عبيد بن دلموك الكتبي، المركز الثالث وصل فيه مبلش لسالم بن مبارك بن محمد ألف هيدا المري، يوم المركز الثالث نعم المركز الرابع وصل على المركز الرابع الفارس لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري، المركز الخامس وصل فيه أشكر لحمد بن سالم بن محمد بوثم العامري. تهانينا وناموس لجميع الفائزين، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول معزم، 7:57 42 جزء من الثانية، هذا هو توقيت معزم. تهانينا لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. أما المركز الثاني فوصل فيه الزراب، قطع المسافة في 8:77 جزءا من الثانية، تهانينا لمحمد بن مسلم بن عبيد بن دلموك الكتبي. أما المركز الثالث يصل شعار بن قطامي 8:33 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لمالك مبلش سالم بن مبارك بن محمد ألف حيدة المري، تهانينا.